هنا بعد ان كلفت بالتعليق على هذا الديربي، بعد ان شرفت بالتعليق على احداث 90 دقيقة. نعم اقول واتحدث عن ديربي جميل جميل جدا، جيت بمعطيات، جيت بافكار وفكرة انه لماذا هذا الديربي يصنف على انه الافضل. كرة ممتازة، جول 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 جول، هدف من الراية. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الله الله الله، ما شاء الله، مش ممكن مش ممكن مش ممكن تتكرر. شوف الكرة، شوف العكسية، خذ الواحد خذ الثاني. جميلة جدا، كرة مراوغة روعة، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. خليني نحكي، خليني نعبر، خليني نريح ونرتاح. يا سلام، برافو، والله والله اعلق وصفتك، والله اعلق وصفتك. شوف 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 شوف، والله اعلق وصفتك. ترتاك والاحلى، مشى يبحر، مشى يبحر فان بايتن. اوه على المراوغه محلاها، شوف الكبير ماذا يفعل. فرجوا اوبا، مشى 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 للهاويه، اداني الفان بويتن وسجل هدفه الاحلى. شوف شو عمل له، شوف شو عمل له، شوف كيف لعبيه، شوف كيف تعدى منه، شوف كيف خطط، كيف ضرب، كيف سجل، كيف فرح. جميله رائعه جدا، المهم استمتع، خليني نتمتع. مش ممكن مش ممكن. الله ايها الامبراطور، الله على الامبراطور. 1-0 من الدون، انت المنقذ وانت الولد، انت الملهم وانت الرجل، انت الابن وانت الاب. للاب الف منتصر وللهزيمة اب واحد. شوف الكورة، شوف الكورة وتكلم، شوف الكورة ماذا يفعل، ماذا يفعل. لو كنت تلعب في الاندر 17، هذا مين طلعته، هذا مين ساعدته من الفريق الشاب، ماذا يفعل، ماذا، كيف.